شدة وزارت الحمد لله. أيام صعبة ربنا ما يعيدها يا رب. وحشتيني قوي يا أمه. وانت يا ضناي. وانت كمان يا نبوي. هما بس اللي وحشوك، وأنا وإبراهيم اللي دخنا وراك طلعنا منها. كنت بشوفكوا يابا، إنما نبوية وأمي بقالي شهر ونص ما شفتهمش. يوه الأيام جاية كتير وكله يتعور. يا شيخ أمين، يا شيخ أمين. أيوة حاضر. أيوة نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أحمد الطويل مستنيك في الدوار ومستني أول ما تخش عشان يذبح الحولي. أنا لسه راجع والليلة هريح في الدار. بس الناس كلها هناك. بكرة بكرة إن شاء الله أروح لهم. طب سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي فيها بكرة، أنت الليلة معانا وبكرة في المعهد. يا متولي سيبه يقعد معانا أسبوع، هو إحنا لحقنا نشبع منه؟ هي ناقصة يا حبيبة، مش كفاية الدروس اللي فاتت منه، السنة دي الشهادة اللي بعدها هيدخل الأزهر على طول. زغلول بيقول خدوا دروس كتير، ربنا يعين. حقيقة ربنا زغلول وامه وابوه كانوا واقفين معانا بقلبهم. مش هما بس، دي البلد كلها. اسمع يا امين، انت من الفجريه على الزجازيج، مش عايزينك تقصر يا ابني ولا ايه يا نبويه؟ اللي تشوفه يا با متولي، اني بس عشان العالم اللي موعدهم بكره في دوار شيخ البلد. وحتى يقعد معانا بكره هي الدنيا يعني هتتهد؟ البكالوريا علومها جديده يا حبيبه. انت كده يا متولي لما تقول كلمه ما تحبش حد يراجعك فيه. ان كان هيسافر بكره ان شاء الله يبقى يروح شويه الليله لشيخ البلد، ما يصحش. انت شايف كده يا ابراهيم؟ يلا امين، اللي كنت هتروح عشان ترجع بدري، وراك سفر تاني. يا دوب تلحق تنام لك شويه.